كلنا بنوقف مرات عديدة محتارين كيف بدنا نكسر الروتين يلي بيواجهنا لما بدنا ناخذ اولادنا لمشاريع ترفيهية او تثقيفية من دون ما نكرر حالنا او يصاب اولادنا بالملل. كيدز تطبيق مختص بالنشاطات يلي بتعني الاطفال، حيث انه بينشر تفاصيل عن الاماكن والعناوين لكل ما بيجري من حولنا ليساعدنا على توسيع اختيارنا لنشاطات الاطفال. هاي نورهان، هاي رن، كيفك؟ الحمد لله. ويلكم تو كيدز. ثانك يو. تفضلي. يعني انت هيدا السبيس اللي بتشتغلوا فيه بالضبط؟ احنا هنا التيم، هعرفك عليه. اوكي. انا اسمي نورهان، من مصر، بقالي هنا في الامارات 7 سنين. بدات اشتغل هنا في شركه مالتي ناشونال، وهناك تعرفت على زمايلي واصحابي دلوقتي والكوفاوندرز معايا في كيدز. احنا 5 امهات وكلنا من جنسيات مختلفة وعندنا أولاد أعمار مختلفة، فده الحلو يعني، وإحنا أصحاب أصلاً. إذا بدنا نحكي عن الاسم كيدز، من وين إجت الفكرة ومن وين إجت أيضاً فكرة إنه تغيير الأحرف؟ حبينا يكون اسم سهل وبسيط ويعبر بسرعة عن إيه الموضوع بتاع الأب. فهو كيدز لأنه it's all about kids activities، وحبينا برضو يكون playful، فعشان كده جات ال QIDZ، ف we played with the spelling بتاع الكلمة يعني. وكمان خلينا هلا نحكي عن اللوجوز وعلى طول الأولاد الموجودين بالدعاية تبع كيدز. دول بصراحة أولادنا، إحنا 5 أمهات وعندنا 10 أولاد in total ما بيننا. بنحب دايما إن هم يشاركونا، ودول حتى صورهم ودايما بيكونوا معانا في التصوير وفي شغلنا. خليني دلوقتي اوريكي ازاي ممكن اي ام تستخدم الابلكيشن كيدز. بعد ما بتنزله من اب ستور او من جوجل بلاي، هنا بنحط، بتختار اليوم اللي هي عايزاه، يعني ممكن this weekend، النهارده today، او بتختار يوم، يعني ممكن تنقي حتى range of days على الكالندر، على الكالندر وتختاره. وبعدين كمان هنا عندنا دايما بن ابديت الاربعه الباكيتس دولت حسب ايه اللي بيحصل حوالينا، لو في اعياد معينه ايفنتس، فاحنا بنجمعها بنعمل زي كولكشنز عشان تكون حاجه اب تو ديت ثيم. اوكي. فدايما بيكون في افكار جديده. وهنا ريكومنديشنز حسب الانترست بتاعت الكيدز والايجز بتاعتهم، ونيو اكتيفيتيز، وبعدين دولت كاتيجوريز ثابتين، فدايما بتقدري ترجعي تشوفي لو في وانت مثلا فود، اماكن للاكل، اماكن للعب، اماكن انسايد اوتسايد، يعني في افكار مختلفه وحسب الرينج كمان تبع الاطفال. في انا نقي بالضبط هنا لما بندخل على السيرش رينج العمر، يعني بالضبط في فلترز كثيره، في ممكن تختاري الايجز بتاعه الكيد، بتختاري اذا فري ولا بيد، اندور اوتدور، كلاس يعني افتر سكول اكتيفيتي، ولا ديورنج the weekend او اي وقت تاني. okay. وبعدين جوه الاكتيفيتي نفسها بيكون في كمان تقدري تشوفي الريفيوز بتاعت الاذر بيرنتس اللي they share الاكسبيرينس بتاعتهم، ايه اللي حبوه فيه الاولاد. okay. فده مهم لان الامهات بتحب تعرف اراء الامهات التانيين اللي زيهم. اكيد كمان ريكومنديشنز اذا حلو ام لا. بالظبط. وبعدين they can save it to the calendar عشان يكون في reminders ان هم يروحوا للايفنت، او to save it to favorite عشان تقدر توصل له تاني بسرعه. تمام. وبس، وممكن تشير بسهوله جدا مع her friends، واتساب، فيسبوك، اي حاجه، سوشيال ميديا، اي ابلكيشن عندك على التليفون، you can share it through the activity. وبس، وفي كمان ماب عشان تقدري تعرفي حسب اللوكيشن بتاعتك او انت حابه تروحي فين بسهوله تعرفي الاماكن اللي حواليك. around. كتير حلو. ولو في ام لقت اكتيفيتي جديده ومش موجوده لسه في الاب، هي كمان ممكن تضيفها. فهنا ممكن في زرار مكتوب اد اكتيفيتي، فتقدر تدوس هنا وتقول لنا ايه الاكتيفيتي، واحنا بنعمل كمان ريسيرش تو كونفيرم انه اتس جود فور كيدز اند ذن وي اد ات تو ذا ليست. كتير حلو. وانتم كيف تقدروا تستفيدوا ماديا ككيدز؟ هل في اشتراك معين مفروض على الاماكن اللي بتحطوا لها نشاطاتها؟ لا، يعني حاليا هي الاب از فري فور ذا يوزرز، وكمان للفندرز اللي عايزين تو ليست اتس فري ليستنج. بس عندنا طرق ثانيه، يعني ممكن دعايه، بس مش دعايه تقليديه. يعني ممكن مكان مميز في الابلكيشن لحد معين بيكون paid، وفي طرق تانية we're working on it.
نورهان اكيد طلعتوا بفكره وبلشتوا فيها، بس طبعا كان في كثير تحديات واجهتوها لحتى تقدروا توصلوا للي انتم عليه اليوم، فشو اهم التحديات اللي مرقت عليكم؟ اول تحدي ان احنا نقرر اوكي ان احنا هنسيب الشغل المستقر ونبدا حاجه مختلفه، وتاني حاجه انه ان احنا نعملها actual product، فدورنا على developer يكون شاطر ويكون مش بس شاطر تكنيكال بس كمان فاهم ان احنا عايزين ايه والبزنس نيدز بتاعتنا. فدي كانت اول مرحله، وبعدين ان احنا انتروديوس الاب للامهات ونوصل لهم ان احنا عايزين نساعدهم فعلا. بما انه ذكرت الامارات، ليش اخترتوا الامارات لحتى تبلشوا منها كيدز؟ الامارات دايما في ناس جديده بتيجي، فدايما في حاله استكشاف للبلد وعايزين يعرفوا ايه الجديد، وكمان البلد نفسها دايما بتبني اماكن جديده وحاجات للاسر، فده الحلو وده دايما في جديد، وعشان كده في احتياج ان الناس عايزه تعرف دايما ايه الايفنتس وايه الحاجات اللي بتحصل. من وراء تجربتك الخاصه اللي عشتيها خلال تاسيس كيدز مع اكيد الكوفاوندرز تبعك، انتم خمسه ان جنرال، شو النصيحه اللي بتقدر تنصحيها للاشخاص اللي عندهم افكار بس بعد ما اخذوا اول خطوه؟ لازم الشخص يدرس الماركت ويشوف لو في فعلا الموضوع ده الناس محتاجاه ولا لا، وكمان لازم يكون في مصدر للدخل، لان لو ما فيش فلوس الموضوع مش هيكمل، مش هيقدروا يكبروا. كمان اخر حاجه يعني لازم يكون في تيم قوي ويكونوا كلهم عندهم خبرات متنوعه يقدروا يكملوا بعض. خلينا هلا نحكي عن النجاح، اذا نوصف نجاحك شخصيا ونجاح الشركه ككيدز، شو فيك تقولي لي؟ احنا بصراحه ما توقعناش ان نوصل لعدد كبير من الامهات في وقت قليل، يعني احنا بقالنا اقل من سنه وحاليا وصلنا لاكثر من 20,000 ام في دبي، فمبسوطين جدا. والحمد لله في امهات بنلاقيهم على السوشيال ميديا ريكومندنج لاصحابهم ينزلوا الابلكيشن، وان هي ساعدتهم واولادهم كانوا مبسوطين لما استخدموا الابلكيشن، فده بالنسبه لنا اكتر حاجه مبسطانا. ثانك يو لك نورهان، يعطيك العافيه. ثانك يو. التنويع بنشاط الأطفال لا شك أنه مفيد وبقوي شخصية الطفل وبوفر له حياة ترفيهية أوسع. كيدز تطبيق بيساعد الأهل على حسن الاختيار الأنسب لأولادهم وبيساهم بمعرفة الأولاد بكل النشاطات يلي عم تجري حواليهم.